السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم محمد كباخ من قناه كباخ تي في. رايح عند واحد صاحبي عم عبوده، لقيت الزيت ضارب والدنيا بايظه خالص خالص، وانا في طنط ومعيش فلوس وخربانه وزي ما انتم شايفين الزيت ضارب. فالمهم رحنا عند اللص، يعني اسيب لكم رقم تليفونه صاحبي وحبيبي ورشيته اهيت. طلع في الاخر زيت الفتيس السلك اتخرم اتقطع، وطبعا ورشه اللص تاني ربنا يبارك له يا رب. هنا بقى كوارش اخويا الكبير هو اللي اتصرف في الفلوس وقاعد بيفكر. بمناسبه كوارش بقى حابب يمسي على سمسم، انا عايز فيديو الاسلام سمسم كوافير حبيبنا اللي في حدائق القبه. كان ايوه يا راجل ممتاز جدا، ربنا يبارك لك في ايدك يا ابني وشكلك وشكلك جميله، وانبسطت جدا اللي قعدت معاك في الحدائق، وحلقتك لذيذه جدا 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 وايدك خفيفه ولما عدتها لي بجد. والحمد لله زي ما انتم شايفين اللوست انا رجع لي انضف من الاول وصلحها لي ومية مية، ربنا خليك هون. وبنزين بقى مفيش بنزين، رحت فاولت بنزين لقيته مالولي بعد الفطار، وكل